بمناسبة يوم المياه العالمي ارتأت سلطة المياه الفلسطينية أنه تحتفل بهذه المناسبة بأسلوب مختلف وبأسلوب ممكن يوصل رسائل المياه للمجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسلوب مختلف وبيحاكي التكنولوجيا العصرية اللي اليوم جيلنا الجديد صار بيتفاعل معها ومختلف شرائح المجتمع. فارتأينا أنها تكون عبارة عن تكنولوجيا تفاعلية بيكون فيها برامج بيقدر الشخص أو أي حدا من الجمهور ياخذ معلومات عن المياه بطريقة توصل له أو المعلومات الأساسية، التحديات، إنجازات القطاع، توعية بالاستخدام الأمثل للمياه. واقع المياه في فلسطين هو واقع مأساوي حقيقة، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. المشكلة في قطاع غزة هي مشكلة جودة المياه، والمشكلة في الضفة الغربية هي مشكلة كميات المياه، بحيث إسرائيل تتحكم بأكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية. هذا بيخلي المهمة صعبة وشاقة على سلطة المياه من أجل توفير المياه لكافة المواطنين، وإضافة إلى الحاجة إلى تنفيذ العديد من المشاريع البنية التحتية من أجل تخفيض نسبة الفاقد في الشبكات، وكذلك بناء محطات معالجة المياه العادمة من أجل أول شيء وقف التلوث وكذلك الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، بالإضافة لإعادة استخدامها في الزراعة من أجل عملية تعويض للنقص الحاصل في المياه واستخدام المياه التي تستخدم للزراعة لأغراض الشرب، لأنه أغراض الشرب هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا. في قطاع غزة الوضع في هناك خطة لسلطة المياه لمعالجة الوضع الكارثي هناك. 97% من المياه خزان الجوفي غير صالح للاستخدام الآدمي. احنا بنعمل بسبب دخول مياه البحر وتسرب مياه الصرف الصحي، احنا بنعمل الان ضمن خطه واضحه من خلال بناء محطات معالجه، ثلاث محطات معالجه مركزيه في قطاع غزه لوقف التلوث، ومن ثم اعاده الاستخدام لاغراض الزراعه. اذا ما علمنا بان القطاع الزراعي يستهلك اكثر من 50% من نسبه او الحصه المائيه بشكل عام.